ولسه مكملين معاكم عيش سعيد وضيفتنا النهارده نركز قوي قوي قوي. يعني بصوا انا بسترس قوي على قوي قوي لان الكلام اللي هتقوله النهارده هو كلام في الجون 90% يا جماعه مننا. وبصوا انا اعتبروني شايفاكم لان فعلا 90% مننا عندهم اوجاع في ظهرهم، في كتفهم، في رقبتهم. طبعا احنا قاعدين في المكتب 24 ساعه على اللابتوب بطريقه غلط، ماسكين الموبايلات كلنا بالطريقه دي، حياتنا واللايف ستايل بتاعنا ده اكيد يعني مخهم تعبهم دي ضروري ده اساس. اللايف ستايل بتاعنا خلينا ان احنا ما ننتبهش قوي ان احنا قعدتنا دي ممكن على اللونج ران كمان كام سنه تعمل لنا مشاكل كتير قوي. كمان احنا هنتكلم في موضوع مهم قوي وهو كنا قلنا لكم في الانترو واتكلمنا فيه شويه وهو النوم. ناس كتير قوي تحط يعني راسها على المخده تنام والحمد لله دي نعمه، لو النعمه دي عندك يعني قول الحمد لله. ناس بقى بتقعد كتير قوي عشان يجي لها حتى نفس ان هي تنام ساعتين في يومها. فهنتكلم برضو في الموضوع ده ومنورانا الدكتور القمر سالمه مرزوق. هي التايتل بتاعها كبير قوي كده يعني يا جماعه وطويل كده ولذيذ. هي استاذ تشخيص المخ والاعصاب والعضلات واضطرابات النوم بالقصر العيني جامعه القاهره. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ايه القمر ده؟ ثانك يو فور ذا بيوتي. الدكاتره اتغيروا خالص يلينا. عن ما احنا كنا فاكرينهم يلينا. لا والمذيعات كمان يعني مبسوطه جدا اني معاكم النهارده. اهلا مبسوطين اكتر. النيو بلاد والنيو جنريشن حاجه مفرحه جدا جدا جدا. انا سعيدة فعلا. كتر خيرك والله. وحضرتك برضو غيرت لنا مفهومنا عن الدكاترة كتير. انا مش نيو قوي بس يعني انا عن نفسي لو عندي اي حاجة في المخ او الاعصاب او النوم واروح للدكتورة سالمة خلاص انا حياتي سالمة خالص. ايه يا دكتورة؟ شكرا. حضرتك اتلجلجتي ليه؟ ما شاء الله. في البداية كده يا دكتور انت عندك مصابين كتير هنا في الاستوديو. والجمهور وفي كل حته كل الناس بتشتكي من ظهرها. ده عادات غلط، عادات بنعملها غلط. صحيح. ما تربيناش على ازاي نقعد صح وازاي نتعامل مع ظهرنا ان هو حاجه فيري سنسيتيف من البدايه. فعلا. فكبرنا لقينا الوجع ده ملازمنا طول الوقت. عايزاكي بقى تحكي لي كده القصه من بدايتها. ايه اللي بنعمله غلط في العادات في حياتنا؟ ايه اللي وصلنا لان احنا بقينا زي ما انت شايفه كسه لا خالص. بصي هو المصريين يعني شجعان زياده شويه ومتحملين للالام زياده ثلاث شويات وبيطنشوا خمس شويات. فهي دي بتبقى دايما بدايه البروبلم. احنا لما بنتوجع من اي حاجه يعني بنأجلها لمده مثلا خمس سنين. دي حقيقة. وده مش حاجه بين كيلرز ادويه وقلب. ده غير بقى نمره سته يعني. غير ان احنا بنسأل بعضنا وبنسال في الغالب برضو الصيدلي. انت خدتي ايه لما كان ظهرك وجعك؟ بنظبط بعض. وكل دي ستيبس يعني مش تمام. ده احنا مش بس كده، ده احنا ساعات كمان بنروح الجيم وبنتعافى على روحنا وبنقرص على عضلاتنا واعصابنا على اساس ان البين اللي بيطلع من الرياضه ده بيغسلنا كده من جوه وبيظبطنا وانا لو ما اتوجعتش يبقى العضله ما اشتغلتش. على فكره دي 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 برضو زي ما بنقول كده مث او يعني معتقد خاطئ مبني على حاجه صح على فكره. يعني هي الرياضه بتزود الادرينالين وبتزود السعاده، يعني بتطلع هرمونات فعلا بتقلل الالم. بس المشكله انها بتقلل الالم وقتيا وبتزود الادرينالين وقتيا، فاحنا بنحس وقتيا الالام بتروح. بس ممكن اكون انا بعمل حركات غلط او ممكن اكون انا بعمل لود على العضلات مش بالزبط. محبز في الوقت ده لحد ما يحصل لي هيلينج ولحد ما اتحسن. انا لا، انا محتاجه طريقه حركه معينه، طريقه مشي معينه، طريقه راحه معينه علشان ادي بس فرصه للعضلات والاعصاب انها تتحسن وتنتج بشكل كده لحد ما اقدر. حتى على فكره الرياضه ليها طريقه معينه بعد ما اخف وبعد ما اتحسن. يعني في نصايح كامله غير العلاجات بالادويه ازاي ارجع اعمل تعافي للعمود الفقري.
زي العلاج الفيزيائي مثلا اللي زي هو العلاج الطبيعي ده غير العلاج الطبيعي يعني الرياضه الرياضه نصايح ازاي امشي ازاي اقعد ازاي ابتدي اتحرك مني لنفسي مش لازم عن طريق دكتور العلاج الطبيعي. حتى بيقولوا لما تكون نايم ما تقومش فجاه معرفش ايه عشان الركب احنا بنعمل كل حاجه غلط. احنا اول حاجه خالص لما يبتدي يبقى عندي الم هي النصيحه الاولى ان الشخص الطبيعي مش مفروض يكون متالم. يعني انا كتير جدا من اللي بيجي لنا في المركز هم شايفين اسال في يا ترى الام في الرقبه او الام في الظهر من اسفل يعني الالم العادي يا دكتوره. انا بقى الجمله دي بتقلبني مش العادي مفيش الم اصلا مش الطبيعي ان الشخص ما يبقاش متالم الالم مش شيء عادي ولو انا عندي الم اول شيء اتوجه ان انا اشخص الالم مش ادور على دكتور يعالج لي الالم لان دي دايما بتبقى التوهة. طب هو انا هروح لدكتور عظم ولا اروح لدكتور اعصاب ولا اروح لدكتور انا كان عندي الحيره دي برضه يعني مفاصل ولا لا هو انا الاول اشخص الالم اللي عندي اشخصه ازاي دلوقتي في العلم الحديث ان انا بعمل فحص اعصاب وعضلات عشان اشوف انا فين هو الالم اللي عندي ده مجرد حاجه بسيطه ولا حاجه تستدعي فعلا يعني هل انا مجرد محتاجه احسن وضعي حاسن وضع قعدتي حاسن المرتبه اللي انا بنام عليها المخده اللي انا بنام عليها محتاجه اعوم شويه محتاجه امشي شويه ايه المشكله بالظبط ولا فعلا الاعصاب دي ارقامها متاثره هل انا محتاجه اروح لتدخل جراحي هل انا محتاجه بس علاج طبيعي محتاجه ايه روح لمين طب دكتور عايز اسال حاجه سؤال مهم قوي في الحته دي انا دلوقتي عندي اصابه يعني انا ظهري حاساه مش كويس وابتدى يوجعني ورحت للدكتور قال لي انت عندك انزلاق ناس كتير بتتفرج علينا مثلا ممكن يكون عندها مشاكل في ظهرها بنتيجه مثلا حركه غلط في التمرين نتيجه حاجه تخنت شويه فحملت على ظهرها فجالها ده ناس كتير قوي مصابه بس نفس الوقت حاسه يعني انا حاسه انا عايزه اتحرك وعايزه اعمل رياضه بس خايفه دايما خايفه اللي هو خايفه الانزلاق يكبر خايفه يجي لي حاجه اكبر من كده فهل الطبيعي ان انا لحد ظهره بيوجعه او رقبته بيوجعه او بتوجعه الرياضه الصحيحه او افضل نوع الرياضه ليه ايه يعني يعمل ايه قبل ما اعمل اي حاجه لازم اعرف انا فين على خريطه الالم بتاعي او هو العصب بتاع العمود الفقري واعصاب العمود الفقري مضغوط عليها بنسبه قد ايه ده اللي احنا كنا لسه بنقول عليه فالرنين اللي هو عاده الناس بتفتكر ان التشخيص الوحيد ده عن طريق الرنين او الاشعه الاشعه العاديه او الرنين اللي احنا بنعملها دي صوره فوتوغراف كده يعني زي مثلا انا باخد سيلفي كده وبتصور بتشوف شكل العمود الفقري بالزبط. فقط بس وظيفة العمود الفقري وأعصابه ما بتبين لناش الرنين أو السي تي أو الإكس راي ما بيبينش الوظيفة الوظيفة بتبان بفحوص الأعصاب والعضلات بتقول لنا هو احنا عندنا مشكلة بسيطة وسط قوية وعلى حسب الدرجة اللي احنا بنحددها اللي هي رسم الأعصاب والعضلات اللي احنا بنعمله دلوقتي ده علم جديد يعني ما بقالوش حوالي مثلا 25-30 سنة الأفريج كده فالناس لسه مش عارفاه يعني لسه مش عارفة ان انا قدك يعني اروح قدنا كلنا كلنا ملتزمين بالموضوع ده اول ما بعرف انا فين بيقدر بقى الطبيب يحدد لي انا اقدر اعمل ايه العصب بتاع العمود الفقري بتاعي والعضلاته تقدر تديني لحد فين يعني احنا في مرضى نقول لهم انتوا ما تقدروش تشيلوا اكتر من 5 كيلو متقسمين على نصين صح. يعني نص يمين ونص شمال انت ممكن تمشي نص ساعه مشي هادئ مش بمد يعني مشي بالراحه ولازم على تراك ممنوع التريدميل خالص او على الشارع في الشارع يعني ما بنفضلش الشارع اقل تفضيل والتريدميل على فكره برضو مش بنفضله قوي افضل شيء التراك عشان بيبقى ممهد وحركتنا بتبقى على قدنا المشيه بتبقى على قدنا بيبقى فيه جزم مخصصه وكل حد على حسب برضو احتماله اول خطوه دايما هي التشخيص الصح انا فين انا درجه الاصابه بتاعتي قد ايه تسمح لي ايه تسمح لي بايه اتشخص الاول وبعدين ابتدي ابني كل قراراتي يعني الدكتور الواعي النهارده هو اللي عارف ان انا لما يعني لو دكتور اعصاب او عظم
في الاول مراحله المريض هو اوتوماتيك بيورديه يقول له من فضلك اعمل لي رسم اعصاب وعضلات على العمود الفقري وعلى الاطراف، سواء الاطراف اليدين او الاطراف السفليه، عشان يشوف هو فين، هو فين. وساعات المريض بيبقى واعي اناف ان هو لوحده بيروح الاول، بيجي لنا يقول لنا انا عايز اعمل رسم اعصاب وعضلات عشان افهم انا فين، وبعدين احنا بنوجهه نقول له روح لطبيب عظم او روح لطبيب مخ واعصاب، بحيث يعرف يبتدي يرسم له طريقه العلاج المثلى. اوكي هايل، حلو قوي. انا بقى عندي الاسئله اللي انا بحب الاسئله اللي هي الشائعه دي، الاف اي كيوز دي السريعه جدا يعني. فعندي سؤالين سرعة جدا. اول سؤال، المنتجات اللي هي بقى ايه مسند الظهر الشقلوب، مش عارف ايه الرقبه مش عارف مين، لا سرد الظهر، الحاجات دي وفي البتاع الثانيه اللي بيلبسوها، ايوه بالظبط، اللي بيلبسوها تحت القميص او بتاع مش عارف ايه عشان يبقى دايما ماشي مش عارف ايه، الحاجات دي اللي هو بيقول عليها ارجونوميكال برودكتس او بتاعت الارجونومكس دي، الحاجات دي تمام يعني ولا؟ كل الحاجات دي نسمع، بس بشرط انها تعامل معاملة الفستان السواريه التفصيل يعني. انا هاجي معاك بقى كده، خلينا ودي بلدي كده طبيعي، كله اوكي بشرط يعامل معاملة الفستان السواريه، كله على قد تشخيصه. يعني فكرة ان الفستان السواريه بتاع نادية ينفع ريهام ده كلام غلط. لازم علشان اظبط الفستان السواري المظبوط لازم يتفصل على الشخص. البنات بقى هيبقوا فاهمين، زي البدله التكسيدو المظبوطه بالظبط، لازم تبقى تفصيل بالظبط على قد تشخيص فلان عشان تدي ال 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 النتيجه الامثل. لان دايما ايه، انا بسمع بلاقي مثلا نص العينين اللي داخلين لي لابسين رقبه مثلا، الرقبه دي از كيلر لبعض مشاكل الديسكس. لان لو انا مثلا طلعت رسم العضلات بيقول ان فيه ديسك طالع قوي وديسك داخل شويه، ما هو الرقبه دي هي ستيبل، هي واقفه كده كلها زي بعضها. ففي ناس فعلا بتتضر منها لانها بتخلي العضلات ستيف جدا واقفه جدا جدا. لا انا في ناس بقول لهم على حسب التقرير اللي احنا بنكتبه، لا اصل هي العضلات اصلا ناشفه وستيف. فالدكتور الواعي لو شاف التقرير بتاعنا بيبقى فاهم ان لا، ده كانت العضلات اصلا متيبسه. فانت ما ينفعش تلبس المريض ده رقبه من الاصل، صح. انت يو ار هارمينج، انت بتضره. فما قضياش يعني 0900 وبتاع واديني بتاعت الرقبه اللي هلوبه ومعاها واحده زياده خالص. ده حتى المراتب على فكره يعني، حتى المرتبه يعني دايما انا عندي تحفظات على اي حاجه مكتوب بعدها طبيه. بيقولوا دكتور هو اللي مصدق عليها، المخده الطبيه اللي عامله كده دي دي مبدئيا فيش اي حاجه من الحاجات دي عدت على دكاتره. بقول لك ايه، المخده دي الناس كلها بتشتريها، اللي هي اللي عامله كده دي ميموري فوش مريحه خالص. لان طيب هو انا، هل انا شفت وعملت اختبار يقول لي هو التقوس ده قد ايه، هو في تقوس اصلا ولا لا؟ هل انا عرفت اذا كان في عصب مضغوط ولا لا؟ هل انا كشفت على العصب ده وعرفت نسبه ضغطه ولا لا؟ لان طب انا ممكن اجيب المخده دي وانام عليها بطريقه تضغط لي اكتر على العصب لانه انا ممكن يكون مضغوط، صح. ف very wrong. زي برضو استخدام نفس اللي كنا بنقوله في الاول، استخدام المروح ان انا اروح الجيم واضغط على عضله معينه علشان اقوي العضله دي. طب ما يمكن العضله دي هي مش متحمله اصلا، مش متحمله اصلا، دي لازم العصب ده محتاج يرتاح، بيبقى ملتهب. احنا عندنا بيبقى في رسم الاعصاب بيبقى عندنا علامات التهاب حاد. بندخل مثلا بنحط سلك معين، هو بيفاير كده تك 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 تك، بيطلع لنا اصوات على فكره البلد. على فكره حتى جسمنا جسمنا مثلا انا وانا في الجيم نص جسمنا بيبقى قادر يتحمل اوزان معينه ونص ثاني لا. يعني مثلا انا بلاقي ان انا عندي رجل ويك عن الرجل الثانيه اللي بتشيل اوزان ودي بتشيل اوزان ثانيه. نفس الفكره، احنا بنطلع بنرسم للطبيب المعالج، حتى بتوع العلاج الطبيعي الشطار قوي ساعات هم اللي بيبعتوا لنا المريض، يلاقوا مثلا المريض مش مستجيب يردوا لنا المريض تاني يقولوا لنا المريض ده عضلاته مش مستجيبه، ارسموا لنا خريطه نمشي عليها، مين العضلات اللي نزق عليها في الشغل ومين العضلات اللي نريحها شويه. مظبوط، بنعمل كده فعلا ونقول لهم العضله الفلانيه محتاجه شغل، العضله الفلانيه ريحوها يعني شويه.
وهكذا. طيب السؤال الشائع الثاني، عشان انا بخلصت الاسئله الشائعه. ايوه والسؤال الشائع الثاني ده بقى ده بتاع المشاهدات. ايوه اللي بيتفرجوا علينا. شكرا عشان يا اب على اهتمامك بينا. لا اساس دي حاجه انا بسمعها بقالي السنين وعايز رد قاطع فيها عشان انا كمان ارتاح. حقنه الابيديورال. شفتي؟ شكرا يا ايهاب. وي لاف يو ايهاب. لا الحمد لله مذاكر يعني. انت على فكره الحته البارت ده انت مش فاهم، انت كل الناس هيجي لك معجبين قد ايه على السوشيال ميديا. لا انا راجل متجوز وفاهم يعني، وشفت شفت حد بيعاني منها، وشفت حد ما بيعانيش منها، وشفت حد في الشغل بيعاني، وشفت كل حاجه في الدنيا. لا امتى بلاش بتاثر ولا اصلا ايه حكايتها الحقنه دي، والشكوى اللي احنا بنشتكيها كلنا اللي هو بتأثر على ضهري علشان انا اصلا اخدت ابيديورال مرتين والله، فما اعرفش ايه هو فعلا ده السبب ولا احنا عندنا مشاكل ثانيه فرميناها على الابيديورال. الابيديورال لو اتاخدت مظبوط وحد بتاع تخدير اخدها ايديها بروبرلي وتاكد قبل ما يديها ان من الاصل ما فيش مشاكل في العمود الفقري. دي ما حدش بيقول لك اعمل الاشعه قبل ما تدخلي تولدي. عمرنا ما شفناها دي على فكره. مفروض يبقى مش مشهور. مفروض يعني قبل ما حد يروح ياخد الابيديورال يروح يعمل اشعه. يفضل. ما ينفعش صح ساعات؟ ما ينفعش للحامل ان هي تعمل اشعه. لا الرسم الاعصاب والعضلات فيري سيف للحوامل. يعني رسم اعصاب وعضلات مش سيف. لا الاشعه مش ما ينفعش نعملها ولا حتى الاكس راي العاديه. انما رسم الاعصاب والعضلات احنا بنعمله للحوامل، حوامل والاطفال وكل رضع نعمله جوه الحضانات. بجد والله ما فيهوش مشكله خالص. فيري سيف لان هو احنا بنستقبل من المريض مش بنديله اي اشعاع، هو رسم ما فيهوش اشعاع بدون اشعه، هو فحص. أوكي. احنا بنبص، احنا بنستقبل من العصب وبنستقبل من العضله، مش بندي اي اشعاع. يعني في حاله ان هي اتاخدت غلط مش بالطريقه السليمه اللي حضرتك بتقولي لو عليها، لو كل حاجه مشيت مظبوط، لو كل حاجه مشيت مظبوط في الابيديورال مش مفروض يبقى له اي اعراض جانبيه خالص. مش مفروض. يعني طبعا دكاتره النساء مفروض يردوا على يبقى من الاخر يعني. مش عايز ابقى بخبط بس من الاخر يعني، هو في ناس كتير كده باللي انت بتقوليه ما عندهمش فكره بقى او مش بتدوها مظبوط، عشان في ستات كتير جدا في مصر بتتعب منها. مش مفروض. اصل برضو خلي بالك ساعات بيبقى فيه شواهد اكلينيكيه. يعني كتير قوي ما بيبقاش فيه اي شواهد اكلينيكيه تخلي الدكتور يشك حتى انه محتاج يعمل فحص اعصاب وعضلات. يعني هو شايف ان الدنيا تمام خالص، مفروض ان الطبيب المعالج بيبقى عمل زي ايه، زي استبيان اكلينيكي كامل. لانه بتبقى بقى يعني اصل انا بشوفه 9 شهور فاكيد هو حفظني. يعني في متابعه حمل لمده 9 شهور. فبيبقى الدكتور او الدكتوره متابعه يعني مفصصه بقى المريضه ان كله تمام ومفيش اي شواهد اكلينيكيه تستدعي ان هو حتى يشك. لو الدنيا تمام كل حاجه سيف، لو في اي حاجه تخليني اشك مش هخسر حاجه ابدا. لو عملت كنت كده زي ما بنقول ايه في السيف سايد، اتاكد ان انا العمود الفقري عندي زي ما بيقولوا كده فله شمعه منوره، ادخل بالابيديورال بتاعي حد بتاع تخدير عظيم خلاص المفروض ان كل حاجه تبقى سيف، ويدخل بإبرة التخدير يخرج بإبرة التخدير، مش المفروض يبقى فيه أي مشاكل في القصة. دايما عادة بتبقى المشاكل بتبقى في فترة الحمل لأن العمود الفقري بيبقى محمل عليه وزن تقيل طبعا. وزن الطفل لمدة 9 شهور. وساعات كتير قوي ناس بتجين ويت وبتزيد وزنها طول فترة الحمل، فبعد الولادة بيبقى فيه زي كده ايه كمان فترة الناس بتقعد في البيت بترضع، ويعني بيبقى فيه وقت حملنا على العمود الفقري بزيادة. يعني الفيزيكال افورت بتاع اي واحدة ست بيقل وبيتغير فترة الحمل والرضاعة، ساعات بيبقى فيه تغييرات عشان برضو ما نبقاش ظلمنا الابيديور اللي معانا يعني. فعلشان كده دايما فترة الحمل بتبقى فترة الستات محتاجين ياخدوا بالهم، يعني يحبوا نفسهم بزيادة بصراحة، وياخدوا بالهم من نفسهم، وأي ألم حتى لو بسيط تروح تسأل عليه، نسأل ونتشخص ونتعالج. يعني نتعالج على طول.
طب دكتور، احنا كنا بنتكلم في حلقتنا النهارده عن موضوع النوم، ان احنا كاشخاص مختلفين في النوم. بيجي لك طبعا، حضرتك بتعالجي القصه دي، بيجي لك ناس طبعا مش بتعرف تنام، اضطرابات النوم حاجه مهمه جدا. اضطرابات النوم. طب انا اعرف منين ان انا عندي المشكله دي؟ يعني في ناس كتير قوي بتتاخر في ميعاد النوم، تفضل تمسك الموبايل بالساعات، طب مش جاي لي نوم، طب ما اعرفش ايه، طب اخد منوم، طب هاخد دوز خفيف عشان ما اتعودش عليه، طب اجرب اقطعه الاقي نفسي ما بعرفش انام. طب انا اعرف امتى ان انا عندي مشكله محتاجه ان انا اروح لدكتور علشان اعالجها؟ اعرف امتى عندي مشكله في النوم؟ لما اقوم من النوم الصبح الاقي احس ان انا النوم كان بتاعي في الليله السابقه نوم غير مشبع، وانه ابتدى ياثر على البرفورمانس او على ادائي في النهار. أوكي. لان الناس بتختلف من شخص لشخص، عشان بس ما نلخبطش اي حد معانا. يعني في ناس طبيعتهم بيناموا عدد ساعات قليله وبيصحوا زي الفل، وبيقوموا الصبح عندهم يعني جود بيرفورمانس، ادائهم الصباحي كويس وما عندهمش مشاكل. فانا ما اقدرش افرض على حد مثلا اقول له لا انت محتاج تنام 9 ساعات، محتاج تنام 8 ساعات. المتوسط 8 ساعات نوم ليلي مشبع ليلي. النوم الليلي هو النوم الاساسي. فالناس برضو اللي بتغير ساعاتها، واللي عندهم ليلها نهار ونهارها ليل، واللي بيشتغلوا نايت شيفتس وبيغيروا وعشر ايام صباحي وعشر ساعات وعشر ايام نص اليوم وعشر ساعات بالليل، دول ناس مظلومه. انما الاساس هو 8 ساعات نوم ليلي مشبع. في ناس عندها يعني تشينجز كده، في ناس بتنام 5 ساعات وهي تمام وعندها يوم صباحي سعيد. بس لو انا لاي سبب وصلت ان انا نمت 10 ساعات بس النوم الصبح انا قايمه الصبح غير مشبعه، يعني بقوم مصدعه، بقوم مش مركزه، بقوم شغلي متاثر، حتى لو بنام 12 ساعه. انت بتتكلمي على الشعب كله. لا عادي، انا بقوم مصدع وبقوم مش طايق نفسي وعايزه انام تاني. هو ده معناه ان الكواليتي او نوعيه النوم فيها مشكله. ده احنا بنبقى طول اليوم بس يا دكتور، الامهات نصهم كده، لان بيبقى في مثلا بيبي في مدارس، في بتنام متاخر عشان تجهز لهم حاجات، في بيبيهات بتصحى في نص الليل عايزه ميه ولا عايزه، مش حاجه جيده. نعمل ايه طيب؟ لا يعني دايما في طرق مختلفة ان انا اعود نفسي ان انا يبقى عندي على الاقل عدد. احنا بنقسم النوم لسايكلز اوف سليب، اللي هي دورات النوم. اي شخص عشان يعيش حياة سعيدة صحية لازم يبقى عنده عدد من دورات النوم المشبعة. هي مش بالعدد، مش بالطول، صح. هو لازم يبقى عندي دورة نوم كاملة توصلني ان عضلات جسمي بالليل توصل لانها يبقى التون بتاع العضلات الجسم توصل لزيرو، عشان ابقى نايمه فلات كده زي ما بيقولوا، ويبقى فعلا جسمي في حاله استرخاء عشان احلم زي ما اوصل. بيقول لك بالعربي كده نايمه الصيحه. ايوه هي دي، هي دي صح. اللي هو هي متبنجه مش حاسه في حاجه خالص. هو ده اللي هو احنا النوم بيمر باربع مراحل، واحد واثنين وثلاثه واربعه. احنا بنحلم في الستيج فور اللي هو ستيج الحلم. ستيج الحلم ده مستو ان العين بتبتدي تتحرك، والعين تبتدي تتحرك مع لازم نوصل ان عضلاتنا تبقى المسل تون فيها صفر. عشان اوصل لكده يعني عارفه فكره ان انا قمت يقول لك انا قايم جسمي مكسر ومضحضحه والكلام ده بتحصل كتير، ده علشان الناس ما بتوصلش لستيج فور. طب انا من نفس الجمله دي عايزه اقول لك، طب في العكس بقى كمان، ان اول ما الواحد بعد يومه الطويل والوقفه والشغل والاولاد وكل الحاجات دي، اول ما يوصل على السرير في احيان بيبقى من الالم زي ما قلت كده مضحضح او مش عارف ينام من الالم، هل ده طبيعي ويتسكت عليه ولا ده وصلنا لمرحله بقى النوم؟ كل اضطرابات النوم حاجه اساسيه جدا جدا، ومع الاسف كلنا المصريين احنا ما كناش بنسمع، يعني المصريين ما بيعرفوش في حاجه اسمها اضطرابات نوم. بالظبط. انا بستغرب جدا يعني وكان عمرهم ما سمعوا عنها. يعني حتى لما بيجي لي يعني مريض جاي ريفيرد لاضطرابات النوم، احنا في عندنا حاجه اسمها فحص نوم. هو يعني ايه حضرتك فحص نوم؟ يعني وانا هعمل ايه؟ هي الناس كانها
ما سمعتش عن الكلام ده في حياتها. هي دي مش حاجه مؤلمه، والمريض بيجي بيقعد هادي جدا، مركب له سلوك لطيفه قوي زي رسم القلب كده، بنسجل له تسجيل لطيف جدا جدا، وبنعرف هو النوم اخباره ايه عنده. حاجه اللي هو بيجي ينام يوم في المستشفى اظن او يومين، مش محتاج حتى لدرجه انه ينام، احنا بنسجل بس عدد دورات من النوم يعني. وصلنا ان مش لدرجه ينام ليله كامله، احنا بس بنبقى محتاجين كام ساعة كده من ساعات النوم بنسجله، نعرف ايه نعرف الوضع اخباره ايه. يعني لان ساعات بيبقى في مرضى ما بتنامش لمجرد ان هم بياخدوا سجاير كتير، فدي كتيرة جدا جدا على فكرة. الشخير بيمنع من النوم دلوقتي، مشاكل التنفس ما بعد الكورونا بتمنع من النوم. دي حقيقة. انت بيجيلك ناس اوريدي مشخصين صحابهم، مشخصينهم ومدينهم الدواء، خد يا ابني المنوم ده انا ماشي عليه بقالي سنتين، مش كمل انت. لا بس دكتور حضرتك قلتي حاجة حلوة قوي، ان ستيج 4 دي لما بوصل لها اللي هو انا خلاص كل عظمي تمام، كل العضلات سايبة، انا نايمة ومبسوط، ازاي اوصل لستيج 4 دي بسرعه وبطريقه تخليني مرتاحه؟ هو ربنا يعني اعمل ايه قبل ما انام؟ اصل في ناس تقعد تمسك الموبايل لغايه ما تروح في النوم والموبايل يقع على وشها. هو احنا بيجي لنا ناس كتير فاكرين ان عندهم اضطرابات نوم حقيقيه. لما بنعمل لهم فحص النوم بنكتشف ان مفيش اضطراب حقيقي ولا حاجه، واحنا بناخد منهم تاريخ مرضي كامل. بنكتشف ان المشكله عندهم في حاجه اسمها سليب هايجين، او طريقه تحضيرهم للنوم، او حاجات بيعملوها او حاجات بياخدوها على مدار اليوم، وروتين بيعملوه في اليوم بيهدلهم بناء النوم بتاعهم. زي ايه بقى؟ زي ايه؟ زي مثلا ابسط حاجه النور، كافيين مثلا، كافيين النور اللي بيتعرضوا له على مدار اليوم، طريقه ال ال ال, ال, ال الهابتس بتاعتهم في الساعتين اللي قبل النوم بس. يعني في ناس مثلا بتبقى متعوده ان كل الكونفرسيشنز، انا ليا حد صديق طبيب، هو بيقول لي هو ماسك حاجه مهمه جدا يعني منصب هام، هو بيحوش كل التوبكس المهمه وبيناقش فيها اصدقائه في الثلاث ساعات اللي قبل النوم. دي بتعمل ستيميوليشن قوي جدا للبرين سيلز، يعني بيخلي طبعا اصلا عقله حتى لو هو نايم بجسمه عقله مكمل شغال، مش فاهم ان ده غلط. ده جزء من السليب هايجين الخطا. يعني دي مش حاجه على فكره احنا اخترعناها، ده ناس درست الكلام ده وبيدوه كده يعني تكنيك لمرضى النوم، ده جزء من بناء النوم الخاطئ. اقعد انا اقول له لا ده غلط، المفروض تعمل 1 2 3 4. الحاجات دي بتبدو بسيطه بس بتغير حياه بني ادمين طبعا. فاكرين ان هم عايشين باضطرابات نوم، وبياخدوا على فكره سليبنج بيلز وبياخدوا منومات، ودي بقى المنومات بتكسر بناء النوم. الكحول طبعا بيكسر بناء النوم، ده في ناس شايفه ان الكحوليات دي بتساعدني على النوم. الجيل الجديد على فكره الصغير فاكر كده، دي برضو حاجه جديده انا ابتديت الاحظها. هم فاكرين كده للاسف، يعني للاسف حاجه يعني فيري سعد، فاكرين ان المنوم اللي من الصيدليه ده بيساعد على النوم، او تاخد ادويه، تاخد ادويه كح عشان تنام. اللي بيعملوه للاطفال بيدوهم ادويه كح عشان ينام، حاجات كتيره لا عشان تريح دماغك. لا لا وفي فتيات يعني بلاقي فاتي غريب غريب يعني، وده كله بيكسر بناء النوم الطبيعي، لان اللي ربنا خلقه فينا طبعا دي حاجه طبيعيه. وبرده يعني بما اننا دلوقتي في وقت مذاكره، النوم الطبيعي مختلف عن النوم الصناعي، يعني اللي احنا بنديه بالادويه ده. النوم الطبيعي بيزود هرمونز معينه وكيميكلز معينه في الجسم بتزود الذاكره وبترسخ المعلومات صح جوه البرين سيلز وجوه خلايا المخ. النوم بالادويه بيعمل ساعات العكس، اي كيميكلز بتشيل بتكنس المعلومات، النوم الهادئ بيثبت المعلومات. طيب انا سؤال اخير بقى، سؤال طبي بحت، ده سؤال مهم جدا. ايه موضوع سلمى ده؟ سالمة هو طبي قوي، طبي جدا، طبي جدا. سالمة الناس بتسالني دايما. ايوه لا هي سالمة الوالد صراحه هو اللي سميني سالمة علشان يعني وقتها انا كنت كان الحرب، حرب اكتوبر. انا الوالد وطني جدا جدا. حلو جميل جدا. وقتها كان حرب اكتوبر،
وكان تحديدا كان وقت الثغره. أوكي. وكان وقتها هو كان متوتر جدا، وكانوا قاعدين بقى يعني شايفين، كان اكتوبر 73 ووقتها بقى كان خلاص والحمد لله والناصر، وساعتها كانوا عايزين يسموا سلمى، فقالوا لا هم هيسموا سالمة علشان حرب اكتوبر. اسم جميل. فده كل سنه وانت طيبه بقى. كل سنه صح؟ يعني انت كده في الحته دي. ايوه طبعا. أيوة. كل سنه حضرتك طيبه. ثانك يو فيري ماتش. حضرتك نورتينا والله جدا، واسمك جميل زي حضرتك، واديتينا معلومات لطيفه جدا، واظن اي حد عنده مشاكل في النوم دلوقتي هيقدر يطمن ان هو ممكن ان شاء الله يعني يبقى احسن، ولو اي حد حاسس باي وجع في اي حاجه لازم يروح لدكتور. يا ريت الناس تستفيد بالتكنولوجيا الحديثه، لان العلم الحديث سهل على الناس حاجات كتير. احنا المصريين مش بنستفيد بالحاجات الحديثة اللي عندنا، ودي هتسهل على الناس. يعني المصريين يستحقوا، يعني أكيد. يستاهلوا يعيشوا بدون ألم. التشخيص المبكر بيفرق جدا جدا. دكتور أكيد. نورتي، عيش سعيد، ودينا معلومات جداً. قيمة. ودلوقتي هنعرف ازاي نحدد احنا الوجع اللي عندنا ده عادي، واللي بنمشي بيه المصريين عادي كده ماشي حالك، ولا فعلا بيكون عندنا مشكلة حقيقية ومحتاجة استشارة الدكتور. حضرتك نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله نشوفك في حلقات تانية نستفيد بمعلومات تانية من حضرتك. شكرا ليك. ميرسي لحضرتك. شكرا جدا جدا، نورتينا بجد، مش هري يعني، فعلا نورتينا. ميرسي جدا جدا، انا اللي سعيده. يو هاف فيري نايس فايبس في البرنامج. ربنا يخليك. ميرسي جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب ان شاء الله يعني كل حلقه عن الثانيه نقلل من الفتي ونسمع كلام ده، اصل دي قالت لي لازم اخد كذا، ودي لازم اجيب المخده اللهلوبه، واجيب بتاعه الرقبه الشهلوبه، ومش عارف ايه. اديكوا عرفتوا المعلومه من المصدر، ودايما يا رب نعرف نفيدكوا، ونتقابل ان شاء الله في حلقه جديده من عيش سعيد. سلام عليكم. عيش سعيد، لون حياتك بايدك، عيش سعيد وشوف اللي في ايدك، عيش سعيد املك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف ارباح، 24 ساعة ليل او غم وعك، يلا بينا هنعمل ايه؟ دم دم تك، بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد، عيش سعيد، عيش سعيد.